بإمكانيات متدنية وقدرة توليدية ضعيفة، تعاني كهرباء المكلا عاصمة محافظة حضرموت من الانقطاعات المستمرة التي أرهقت المواطنين وعصفت بحياتهم اليومية. يستمر نظام الساعتين بساعتين كحد أدنى ويصل إلى أكثر من 6 ساعات في بعض الأيام كنظام توليدي رسمي فرضته الظروف الصعبة لواقع كهرباء مدينة المكلا الذي عرقل على المواطنين حياتهم اليومية وتسبب في خلق معاناة حقيقية خصوصا للنساء والأطفال وكبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة. أولا نشكر قناة السهيل على هذا الاستضافة الطيبة وعلى نزولهم الميداني لتفقد الوضع عن كتب. طبعا بالنسبة للانقطاعات هذه التي تشهدها مدينة المكلا وضواحيها بشكل خاص، يعني بسببه الرئيس هو العجز في التوليد إضافة إلى الوجود، يعني لتأتي مشكلة يعني لاحقة، لكن هو الأصل عجز في التوليد نعاني منه، إضافة إلى المشكلة التي حدثت مع شركة حضرموت الاستثمارية للطاقة بعد إيقاف مولداتها، بعد الإشكالية اللي حدثت مع السلطة قامت بإيقاف المحطة مما أثر على المؤسسة في عجز، يعني دخلت المؤسسة في عجز إضافة إلى العجز الذي كانت تعاني منه من قبل. غابت الحلول الجذرية تاركة عروس البحر العربي وعاصمة حضرموت تقبع في الظلام الدامس وتغرق بين الظلمات، وأنهك سكان المدينة الحسناء الذين تحولت أيامهم إلى مكابدة حقيقية لواقع صعب مأساوي زادته الأيام ثقلا وقسوة. والله بالنسبة للانقطاعات المتكررة هي مش من عندنا من الشركة نفسها، ولكن الانقطاعات كلها بسبب المازوت، انقطاع المازوت ومادة الديزل. وبالنسبة للمولدات عندنا ما شاء الله شغالة بأكمل وجه، وعندنا احتياطات يمكن 3 في كل محطة، 3-4 مولدات احتياطية، أي واحد يكون عنده خلل يعني فني نغير بداله على طول واحد جديد أو واحد من المستخدمات الاحتياطية. فالتأخير هذا كله ما هو من عندنا نهائيا، وإحنا لما يكون عندنا مثلا تأخير في التوليد الكهرباء بتكون عندنا غرامة مالية يعني بشكل ما يتصور، ولكن احنا عاملين احتياطنا دائما على ومشغلين المحطات بأكمل وجه. كاميرا سهير رصدت واقع كهرباء المكلا مسلطة الضوء على الجوانب المظلمة ومظهرة الواقع المريرة وحجم النواقص والاحتياجات التي تطلبها محطات الكهرباء لتعمل بشكل تلقائي مستمر دون مشاكل. تتعذر السلطات المحلية بشح المشتقات النفطية وصعوبة توفير الوقود الخاص بتشغيل الكهرباء بشكل يومي مما يتسبب بحدوث الانقطاعات المتكررة. يأمل المواطنين من المجلس الرئاسي والحكومة والجهات المعنية في محافظة حضرموت إيجاد حلول جذرية لمشكلة الانطفاءات المتكررة للكهرباء، ولتكون نهاية لسلسلة العذاب والمعاناة التي أصابتهم بسبب الانقطاعات المتكررة. بنية تحتية منهارة، هكذا بدت كهرباء المكلا نتيجة للانهيار الاقتصادي وغياب التمويل وضعف التجديد وانهيار المقومات الأساسية لتشغيلها بشكل مستمر. فهل من لفتة كريمة إلى حالها وإصلاح شأنها لينعم المواطن بنعمتها؟ عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من المكلا.